صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت خطيبا يقول إن الحق ليس في جماعة دون جماعة، فهل هذا صحيح؟ عجيب، هذا كلام من باطل. ليس في جماعة دون، يعني كل الجماعات إذن على حق، كل الجماعات على حق، هذا كلام من باطل. الحق يكون في جماعة دون جماعة، وهي الجماعة التي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هؤلاء هم الذين فيهم الحق، ومن عداهم فهو على باطل، سواء كان باطلا كبيرا أو دون ذلك. نعم.